عندي كلام. أيام ندخل بالشهر الثالث من مدة السنة الجديدة وموازنة مالية ماكو لحد الآن، والحجج هواية. إيه والله هواية، منها حكومة تمشية الأعمال مو من حقها تقدم موازنة، وتداعيات المباحثات السياسية على تشكيل الحكومة. كل هاي القضايا تخصكم أنتو يا سياسيين، إيه تخصكم أنتو يا سياسيين، الشعب مو شغلتو، هذه مو شغلتو. هذا افهموا هذه النقطة وافهموها زين. أما المواطن هم فقط عيشة أطفاله، إيجار بيته والتعيينات ومعاشات المعونة الاجتماعية. يعني معقولة هاي الشغلات ما تهمكم؟ ما تفهمون الخاطر؟ الله، مناس جاي تعاني، والله العظيم جاي تعاني، والعوز والحاجة بينت بيهم، وهم عايشين ببلد غني. كل هاي مشاكل بسبب خططكم السياسية. لا تزعلون مني، سبب خططكم السياسية. ونتحدث عن البعض اللي أغلبها فاشلة وبيها مصالح شخصية مو مصالح عامة. أتمنى تقدمون موازنة لهذا الشعب تحسن من وضعه الاقتصادي، مو موازنة تخلي المواطن يتنازع مع الجوع. والله عيب، والله عيب. وكل طبقات الشعب تعاني، العليل صعدت تكاليف علاجه، وأصحاب الأموال انعكست عليهم، وبالتالي انعكست حتى على العاملين اللي يشتغلون عندهم. قيمة المواد صعدت حوالي الضعف، وشنو الحلول؟ الله أعلم. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.